السلام عليكم ومرحبا بكم في نهار جديد في فلوق جديد في الى دوله. حنا دابا حاليا كنتواجدوا في دوله ديال مالطا. يلا وصلت ليها دابا وتنشوفوا هنا واحد البلاصه واحد الكوان كي داير. شوف واحد الكوان تبارك الله ما شاء الله. واحد الكوان كي داير هنايا. ها هي مالطا. هذه غير واحد غير الحاجه الاولى اللي تنشوف دابا. يلا على بركه الله نبداو الفلوق ديالنا ديال اليوم وغادي نشوفوا الدوله ديال مالطا وغادي نشوفوا فيها بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتشافوا. يلا على بركه الله. كون متاكد من غادي تجي للدوله ديال مالطا متاكد بان غادي تفهم اللغه المالطيه. علاش؟ لان 60% من اللغه المالطيه عباره عن كلمات عربيه. دابا هنايا الناس كونوا المالطيين جالسين ولا شي حاجه تيهضروا، مثلا كنت جالس في واحد الحيوه تسمع الناس يهضروا اللغه المالطيه ولقيت بان كاين بعض الكلمات اللي تنفهمهم، ربما احيانا كتفهم الحوار كي داير. علاش؟ لانه كما قلت 60% من اللغه المالطيه عباره عن كلمات عربيه، وهذا الشيء هذا جا علاش؟ لان العرب حكموا هذا البلد، حكموا لمده 250 عام، 250 عام حاكمين هذا البلد هذا، واهم حاجه خلاوه هنايا وهو التراث اللغوي. دابا الا جيتي غادي تشوف بان كاين العديد من الكلمات، مثلا الارقام 1 2 3 4 5، مثلا ايام ديال الاسبوع، مثلا بعض الخضر والفواكه تيقولوا لهم باللغه العربيه. وغادي تلاحظ بان كاين اللهجه التونسيه كاينه هنايا. يعني كون متاكد الا جيتي لهنا غيركم متاكد بانك غادي تفهم اللغه بعض الشيء، كون متاكد. دابا حنايا كنتواجدوا في مدينه فاليتا اللي العاصمه ديال مالطا. هي هذه واحد المدينه زوينه، حتى الجو زوين هنايا، الدنيا مخلطه، الناس عايشين. هذه كبيره، في واحد البنايات جميله كاينين هنا. واللغة المالطية عبارة عن خليط ديال أربع لغات، كاين اللغة العربية، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، واللغة الإنجليزية. إلا كنتي مثلا كتهضر هاد اللغات هادو كاملة كون متأكد بأنك غادي تفهم اللغة المالطية، لأن معظم الكلمات اللي كاينين في اللغة المالطية أو اللي جيت نقول ونقرب أكثر 99% من الكلمات اللي كاينين عبارة عن كلمات فرنسية، عربية، إنجليزية، إيطالية، يعني سهلة أنك تفهم اللغة المالطية. وكما قلت بأن السبب في وجود 60% ديال اللغة العربية في اللغة المالطية وهو أن العرب حكموا مالطا لمدة 250 عام، من موراها جاو الفرنسيين، من مور الفرنسيين جاو الإنجليز، والسبب أن الناس هنا تهضروا الإيطالية وهو القرب الجغرافي ما بيناتهم وما بينات إيطاليا، وعاد وجود العديد من الناس أنهم كاينين هنايا عايشين في إيطاليا ولا تخدموا في إيطاليا وتيجيو لهنايا لمالطا، يعني اللغة انتشرت، اللغة الإيطالية انتشرت هنايا في مالطا حتى هي أكثر. واحد الحاجة اللي لاحظتها بزاف وقلتها في الفيديو اللي قبل وهو أن كاينين الهنود بزاف وكاينين النقالزة هنايا بزاف تيجيو سياحة. هنايا هو مركز المدينه، من هنا تشوف هنا كاينين الطوبيسات. الا كنتي مثلا بغيتي تجي ولا شي حاجه تشد لك غير الطوبيس للعاصمه غادي يجيبك غيحطك هنايا مباشره، غادي يحطك في مركز المدينه. مالطا راها صغيره بزاف، ممكن انك تمشي من الشمال حتى للجنوب تمشي في 30 دقيقه وغادي تجي. صغيره البلاد وفيها تقريبا واحد 500000 نسمه اللي كاينين هنايا، وراها صغيره. الا جيتي راه فين ما كنتي ولا شي حاجه ربما تسير البلاد كامله. انا مشيت بالطوموبيل ولا شي حاجه غادي تساليها في جوج سوايع غادي تشوف كل شيء. والديانه الرسميه اللي كاينه في مالطا وهي الديانه المسيحيه. الا مشيتي مثلا دخلتي الكنيسه ولا شي حاجه غادي تشاهد بان كاينين العديد من الكلمات عربيه، مثلا المغفره حتى هي كاينه. المهم اللي غادي يجي شي واحد هنا غادي يشوف مثلا اللغه، كون متاكد بانك غادي تفهم العديد من الكلمات وتقدر انك تفهم الحوار كامل اذا كانوا جالسين حداك شي وحدين من مالطا ولا شي حاجه. ميال البلاد راها زوينه، عندك واحد 3 ايام ولا 4 ايام تجي تمتع، ولا كان عزيز عليك الشواطئ حاول انك تجيب شي 10 ايام وبقى عاطيها غير الاستجمام في هذا البلد هذا.
البلاصه ديالي كنتواجد فيها حاليا الاسم ديالها مدينه كاينه في دوله مالطا. هذه المدينه هذه كتعتبر مدينه صامته رغم انه تيزورها مليون سائح سنويا، ولكن كتعتبر مدينه صامته. ملي غادي تكون تدور في الازقه ديالها بحال هكا ضروري غادي تلقى بحال هاد العلامات هادو بحال ما هكا بحال هادو تيديروا لك السكيعات تدي لينا الصداع الاول. السيارات ممنوع انهم يدخلوا هنايا، فقط يكونوا العربات بالاحصنه ديالهم تيدوروا. علاش؟ لان السكات ضروري في المدينه هذه خصو يكون. ما دير لهمش الصداع، ما دير لهمش الغوات، ما بقاوش الصداع ديال الطوموبيلات. تقول لك عربه بالاحصنه بغاو يدخلوا مرحبا. كاين الناس قلال هنايا اللي ساكنين، 250 شخص اللي ساكن هنايا فقط. وهاد 250 شخص هما اللي عندهم السيارات ديالهم وعندهم الحق انهم يدخلوها ولا يخرجوها يخليوها على برا المدينه. بحال دابا انا هنايا هذه راه المدينه تندور فيها، ولا بغيت نخرج ها هي الخرجه غادي تكون من لهنايا وغادي تشوفوها كي دايره. الخرجه هي اللي واعره كطلع على واحد المنظر يا سلام رائع. ها هو هنايا الناس مخليين كما كتشوفوا معايا دابا الناس مخليين السيارات ديالهم هنا. ها انتما كتشوفوا هنا كاينين العربات بالاحصنه كما كتشوفوا هنايا. صافي دابا هادو داروا واحد الدوره غادي يرجعوا ثاني للمدينه. ملي غادي تجي غير غادي تطل هنا غادي يبان لك واحد المنظر رائع، واحد المنظر يا سلام. شوفوا معايا المنظر كيف غادي يكون، ما شاء الله شو كيدير المنظر يا سلام رائع. اللهم بارك. توقع معايا انك تكون ساكن في مدينه، تكون ما بينات هذوك 250 شخص اللي محظوظ تكون ساكن، وملي كتخرج من الزنقه كتلقى ديكور بحال هذا. واحد الاحساس كي داير واعر بزاف، داك الشيء رائع ما شاء الله. كما مشيتي غادي تلقاهم دايرينهم في المدينه كامله. دخل التزم الصمت، قسم الصوت ديالك، ما تعودش ما تهضرش بزاف. احيانا بعض الناس مثلا الا كانوا بالغين ودخلوا مثلا لهاد الازقه هذه وبقاو تيغوتوا وبقاو تيديروا الصداع تيضربوهم بغرامه. وهادشي هذا فايت وقع لواحد واحد المجموعه من الانجليزيين جاو لهنايا هم كانوا سكرانين واقيلا ولا شي حاجه، ودخلوا لهاد الزناقي هادو بقاو تيهضروا، هما تيهضروا تيهضروا بالغوات واو. الناس قالوا لهم سكتوا شويه، نقصوا ما تيسكتوا زعما في مره، نقص شويه من الصوت ديالك. ونقالت راك عارف الهوليغانز وكذا هذيك العقليه ديال واو هاتي الغوات. ما يجيبوا لهم البوليس وضربوهم بواحد الغرامه ماليه خلصوها نقيه. هات غادي دابا هاهي عاوتاني هنايا، يعني كتلقى في الزناقي كامل في الشدران كتزيد واحد شويه كتلقاها، يعني يلتزم الصمت. احنا دابا خرجنا من المدينه، هنايا كانت هادو هما الشدران ديالها، وهنا لداخل كتدخل وكتخرج. مثلا زي واحد السياره من تما، ملي كتخرج صافي هنايا كتلقى كما تنقولوا كتلقى المدينه الحديثه، كتلقى مثلا الباركينغ راه هما العربات اللي كاينين بالاحصنه هما هنايا تيدخلوا الناس يدخلوهم هاد البلاصه هادي. مثلا هاد السياره هادي اللي جايه ربما غادي يكون شي واحد مقيم تما، ولا مثلا شي واحد عنده الترخيص باش يدخل. واحد المدينه في مالطا شوفوا كي دايره. السميه ديالها البيرغو هي هذه هي السميه ديالها. شوفوا شحال صغيره دابا هنايا في هذه البلاصه، هذه صغيره بزاف. هي هذه راها مدينه دابا سميتها مدينه البيرغو. نجي من هنايا
شوف فيه واحد الاطلاله كيدير. وفي هذه البلاصه هنايا هذه كاينه الفاليتا العاصمه ديالهم هم اللي هنايا المدينه. المدينه صغيره بزاف وهاد الدوله هذه صغيره بزاف. مثلا تقول لك الا بغيتي تسيرها ولا شي حاجه عندك واحد 27 كيلومتر تحدى 27 كيلومتر نص ساعه بالطوموبيل قال لك تساليها. والحاجه اللي اثارت الانتباه ديالي جوج ديال الحوايج اللي اثاروا الانتباه ديالي ماشي غير حاجه انها صغيره بزاف والطوموبيلات كاينين بزاف كاينين بزاف ديال السيارات. عرفتوا شحال ديال السيارات كاينين ترى ما يمكنش. مثلا هنايا شوف هاد البلاصه المدينه هذه صغيره دابا شوف هاد البلاصه هذه شوف شحال من سياره كاينه هنايا في الباركينغ. الجهه الاخرى عاوتاني السيارات الكامبر كاين هنايا هنا كاين الطريق شوف معايا الطريق طريق مكتوبه كاين كبار الكلمات باللغه العربيه هاي غاده. هذه الحاجه اللي اثارت الانتباه ديالي الحاجه الاولى انه وجود السيارات بكثره والحاجه الثانيه هما البنايات. البنايات قدام كتحس براسك بحال كدور في المدينه القديمه ولا شي حاجه كاين بزاف ديال البنايات. هانتوما راه مزيانين في هذه المدينه هذه ومازال كتشوف السياره شوف شحال من سياره هنايا شوف شحال من السيارات كاينين هنا يعني صغيره المدينه والسيارات بكثره في حين انه كاين طوبيس ما عندهمش بعدا الترانات كاين غير مطار واحد كاين هنايا عندهم الطوبيسات كاينين ولكن بنادم تيمشي بالسياره لان ربما يكون الثمن ديال السيارات هنايا رخاص وداك الشيء علاش. شوف هنايا الازقه ديالها كي دايره كما قلت لكم داك الشيء مضيق والديور تيبانو شويه بني قديم الناس ناشرين الحوايج ديالهم في البالكو ولكن واخا هكاك قضية قضية نقية هنا بزاف هاهي الغولف 4 الحبيبة هانتوما شوف الدنيا هنا كيدايرة الزناقي كاملين ودابا هذه غادي ندخلوا ليها هذه هي مركز المدينه صافي هذه هي المركز ديال المدينه اللي تشوف صافي اخوان هذا أسوأ اي تي ام ممكن انك تيري منه الفلوس عقلوا عليه الاسم ديالو اورونات أسوأ اي تي ام ممكن تيري منه الفلوس ما تيريش فيه الفلوس دابا حنا في المركز المدينه كاملة جوج دقائق تتكون في مركز المدينة خمسة دقائق غتسالي المدينة صافي هنا كاين الأشغال. هما دابا كاينين هاد الفلايك هادو تيديوك العاصمة فاليطة تيديوك الي روتور بعشرة أورو هاهي البلاكة هنايا كتمشي في فلوكة الرحلة كدير 30 دقيقة تتكون في العاصمة وكترجع بحال تيديك من الرباط من السلة للرباط ولا من الرباط للسلة. دابا كنتواجد فواحد البلاصة هنايا شنو السمية ديال هاد البلاصة هادي؟ السمية ديالها المرسى تقول ليها المرسى علاش؟ لأنها جات قريبة هنايا تيبيعو الحوت والمرسى ديال الحوت وفي نفس الوقت دايرين هنايا واحد الأسواق هما هادو كاينين هنايا من مورايا هادشي هذا كامل السوق شوف السمية ديالها أوف زيد كاين الأسواق ديالهم في مالطا بزاف ديال المدن كاين أسماء ديال المدن أسماء ديال الخضر والفواكه أسماء ديال الأيام حتى بعض الناس اللي عندهم أسماء أكثرية أسماء عربية بحال دابا هي المرسى كاينة كاين مثلا كتمشي كتلقى شي طريق كتلقى الطريق مثلا حاجكم شي حاجة الكلب تقولوا الكلب يعني ما كاينش ما تلقاش مشكل بزاف في الأسماء غير أنك تسلك فيهم تعرف بزاف ديال الأشياء. ها هو الرايس ديالهم هنايا الصياده هذا ديالهم هنايا داك الشيء زويون نقيو منظم واحد النظام زويون بلا ما تخرج الحوت ولا شي حاجه طيح تما طيب
لا تقصي في المطعم ولا تشرب شي حاجه. في نفس الوقت هنا كاين بعض الرحلات تمشي تقول لك الا بغيتي تمشي دير شي رحله ولا شي حاجه مرحبا يلا تمشي معنا او تمشي تمشي للضفه الاخرى. هنا كاين المطاعم ولكن للاسف ما غادي نقصيهم والو لانه كاين رمضان في هذه الوقيته هذه. اما هنايا تكون شي جليسه مزيانه خليت الليل ان شاء الله ونرجع ليها. سبحان الله العظيم في مالطا كتشوف بحال تقول واحد ثلاثه ديال الثقافات، مثلا تشوف الثقافه العربيه كاينه هنايا، كتشوف الثقافه الغربيه، وعاد زيد عاوتاني واحد الثقافه عاوتاني ديال النقالزه كتكون هنايا، يعني مخلطه بزاف واحد الخليط، عاوتاني كتلقى الناس طاليانيين، كتلقى النقالزه، كتلقى مثلا التوانسه كاينين هنايا، يعني غير شوف غير واحد الجزيره صغيره ممكن انك تساليها في نص ساعه، الا كانت عندك الطوموبيل مشى نص ساعه ولا ساعه ونص. صغيره ومخلطه، يعني داخلين فيه بزاف ديال الجنسيات، بزاف ديال الاعراق، كاينين هنا ثقافات مختلفه. مثلا غير كتمشي لشي مطعم ولا شي حاجه كتلقى مثلا كاين ماكولات تونسيه، كتلقى مثلا كاين ماكولات مثلا طاليانيه، ماكولات ديال النجاسه، كاين انجلش بريكفاست، يعني كاين العديد من الاشياء. بقعه صغيره بزاف جزيره، ولكن فيها ثقافات مختلفه وثقافات متعدده.